سأل كولر على انه رضا سليم ما احتفلش مع اللعيبه النهارده وكان زعلان، قال انا يعني طبيعي وانا التمرين عندي هو المقياس، وبالتالي هو زعلان عشان ما بيلعبش وده امر طبيعي. يعني بيبقى دوركم ايه مع لعيب زي رضا، لعيب موهوب والناس كلها عارفه انه موهوب، وانا قلت حتى في المقدمه انه لما نزل ما حسيتوش، بيرسي تاو لما نزل ما حسيتوش، انا قلت كوكا والدبيس كانوا الى حد ما جيدين، عمر الساعي برضو النهارده نصحته برضو قلت له عمر تتمسك بكل دقيقه وكل ثانيه عشان تبقى في افضل حالتك. اكيد انتوا كلاعيبه كبار بيبقى لكم دور هنا يا عمر، طبعا يعني احنا يعني رغم انك مثلا كنت قاعد النهارده على الدكه لا بس بيبقى واكيد نفسك تلعب بس في ليك دور. لعيبه صغيره شويه، لعيبه محترفه بتبقى بعيد شويه عن المباريات. يعني واحد زي رضا من النوع العاطفي شويه، ايوه في ثانيه ممكن تلاقيه مركز، في ثانيه تانية تلاقيه بره تركيزه، ايوه يعني بيفقد تركيزه بسهوله جدا. فدورنا ان احنا بنتكلم معاه على طول بره الملعب بصفه مستمره، يعني في التمرين اكتر، ان انت لازم تتمرن اكتر ولازم تبقى مركز في اي وقت، وانت اللي لعبت يعني لعبت قبل كده والاصابه بعدتك، ولازم ترجع مستواك انت بنفسك، واي فرصه تجيلك لازم تمسك فيها بايدك واسنانك.